اهوت 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اواتسيا اها حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقاتنا. مشاهدينا الكرام، للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على واحد من أرقام البرنامج أو تراسلونا على رقم البرنامج. للاتصال عندكم 4 أرقام، الرقمين اللي تشوفوها أسفل الشاشة من داخل العراق من زاخ وحتى الفاو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما من يسكن دول المجر أو الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، وحتى من يسكن داخل العراق يقدر يتصل بنا على واحد من ذني الأرقام إن ما حصلتنا على أرقام الداخل. فمشاهدينا الكرام عندكم 4 أرقام للاتصال. أما رقمنا الأخير مثل ما هو مكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل عندنا هذا الرقم، فاللي ما يقدر يحصلنا على أرقامنا الأربعة ذنيج يدزلنا رسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمك ومكانك حتى نعرف الرسالة جتنا من منو ومن وين حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هو الهجوم اللي صار على محافظة أربيل العراقية، 12 صاروخ إيراني من نوع جراد، ضمن الصواريخ اللي انقصفت على محافظة أربيل. مباشرة طلعت تقارير رسمية وقالت تقارير دولية عفوا أو صحف أجنبية وقالت أنه هاي الصواريخ جت من خارج العراق وأنه هاي هجمات صارت من خارج العراق، وأغلبها رجحت أنه هاي الصواريخ انطلقت من إيران باتجاه العراق. بعدها بعد أن أنكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زادة مشقيني وقال أنه إحنا ما لنا علاقة بقصف أربيل، طلعت وكالة أنباء فارس وقالت لا، الحرس الثوري الإيراني هو اللي تبنى هاي الهجمات. وعليه طلع وراء مصطفى الكاظمي ويقول أنه لازم تطينا إيران أو السلطات في طهران توضيح رسمي عما يحصل هناك. سابقا توعد مصطفى الكاظمي بمحاسبة من ينفذ أي هجمات داخل العراق. فالسؤال اللي ينطرح اليوم، هجوم خارجي على أي محافظة عراقية ألا يعتبر خرق لسيادة القانون؟ هاي السيادة اللي صدعوا روسنا بيها، هاي السيادة لو كانت دولة أخرى غير إيران هي اللي نفذت هذا الهجوم بهاي الصواريخ، لا كان هسه كل البرلمانيين اللي موجودين داخل البرلمان العراقي أو البرلمان في العراق طلعوا وحكوا والسيادة العراقية وانتهاك السيادة العراقية و و و و و و وتعرفون حكي راح يطلع. ليش ما يتم اعتبار انه هذا خرق للسيادة؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، مصطفى الكاظمي لما يطلع ويطالب إيران بتوضيح، يعني أولاً طهران راح تجاوبه مثلاً، والتوضيح شنو يعني يطالبهم إنه شلون صار الهجوم، لو من يا قاعدة عسكرية، لو كم صاروخ، هم قالوا واعترفوا وقالوا إنه الحرس الثوري هو اللي أطلق الصواريخ، وكو 12 صاروخ باليستي نوع جراد هو اللي قصف أربيل، 12 صاروخ انطلقاً من إيران باتجاه محافظة أربيل، محافظة عراقية كأمن تكون تلك المحافظة، وصار بيها دمار في بعض الأماكن وهجوم على قناة تلفزيونية وهواية أمور صارت وكنا شفناها. فالتوضيح شنو مثلاً اللي طالبه مصطفى الكاظمي؟ بعدين لما انطلع سابقاً وقال أنا أحاسب أي واحد يسوي هجمة بالعراق، هو قدها أنه مصطفى الكاظمي قد هذا الشيء؟ أو أي سياسي بالعراق اليوم هو قد هذا الشيء؟
أو أي واحد اليوم حتى للإطار التنسيقي وغيره وغيره. على ذكر الإطار التنسيقي، الميليشيات شنو دورهم؟ ش راح يقولون اليوم بهاي الهجمات؟ راح يطمون روسهم ويسكتون ويقولون احنا ما نحكي بهذا الموضوع؟ لو هم راح يوقفون ويحكون ويقولون سيادة العراق واحتلال العراق واحنا لازم نقاوم اي شيء يصير بالعراق. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم استاذ افندي. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا احنا تعودنا على هاي الانتهاكات واللي صار لها 18 سنة، ما حد يقدر يردع ايران ويقول لها جاي يسوين بالعراق نهائيا، لا رئيس الوزراء ولا حتى رئاسات الثلاثة مشمولة كلها بهذا الموضوع، لأن احنا سيادة العراق مرتبطة بهم، هم المشرعين وهم الأعلى القائد العام للقوات المسلحة ومن لف لفهم. يعني هذا تجاوز وانتهاك لحرمة العراق من قبل جارة السوء إيران، ما حد يقدر يعني حتى يصدرون بيان بالضد من عده، أو يدزون على السفير الإيراني ويقول جاي يسوون، أنت وزير خارجية إلى دور، وزير الدفاع له دور، وزير الداخلية، رئيس البرلمان، الكتل الموجودة داخل البرلمان، الكتل بس يقاسمون مناصب، يعني تضرب جزء من العراق، احنا العراق كله يعز علينا. ايران تقصف اربيل العراقية، تباوع من باب ثاني وزير دفاع في اقليم كردستان، ووزير دفاع في حكومة بغداد، وزراء دفاع اول مرة يصيرون بدولة واحدة، هذه المحاصصة المقيتة اللي جابتها أمريكا، وزراء دفاع عثمياً ما يقدر يردون ويحمون الحدود العراقية. وين الدفاعات الجو؟ وين الدفاع الجوي العراقي اللي مفروض لازم الشريط الحدودي بين العراق وإيران؟ وين ردهم؟ وين موقفهم؟ وين قائد قوات المسلح يحاسبهم؟ شلون هاي الصواريخ اخترقت الأجواء العراقية من الداخل من الخارج؟ مثل سابقاتها من ضربهم المقرات الحكومية وضربهم القواعد الأمريكية وما حد قدر يحاسبهم. ليش؟ لأن أكو ذيول هنا لهم بالعراق، أمثال المالكي وأمثال عمار الحكيم وأمثال مقتدى الصدر وغيرها، كلهم ذول ذيول إلى إيران، ما يسمحون لأي عراقي يرد بيان أو تصريح متلفز يرد إيراني بالهجاي السوين تضربين داخل العراق. هذا انتهاك للسيادة العراقية، وإن ماكو جيش عراقي أي منتسب سواء جندي أو ضابط أو قائد ما لحق هسه يحكي، أنتوا ناس ذيول وجبناء سواء وزارة الدفاع أو الطبقة السياسية، أنتوا جبناء ما تقدروا تحمون الحدود العراقية من إيران ولا تقدر تردعوها. المفروض وزير الدفاع ورئيس الوزراء يطردون السفير الإيراني طرد نهائي، بس أكو المرجعية ما تقبل ويقول لك هذول الخطوط الحمر، جماعة الخطوط الحمر وحماة الأعراض اللي يجونا بعد 2003 يحمون أعراضنا وعايشين حماية الأرض، ما حد يقدر يحميها من عندهم، لأن الناس دولي ما يصلحون لقيادة بلد، ناس عتاقة ودوارة وغوغاء جمع على ظهور دبابات وخرجوا من سجن أبو غريب، والآن هم يديرون العملية السياسية ويديرون الملف الأمني، كلهم ناس دوارة وعتاقة. يعني حاليا هم يقودون العراق العظيم مع الأسف، يعني مع الأسف على الأمريكان اللي سلمونا إلى هاي الطبقة السياسية بسنتها وشيعتها والأكراد، وحتى الأكراد موقفهم ضعيف. انتوا تقولون نريد نسوي دولة وسويتوا استفتاء لدولة، زين يعني انتوا كدولة يعني اخوتنا الاكراد ما تقدر تحمون حدودكم؟ ما تقدر تردون؟ ما تقدر تردون على ايران وما تقدر تردون على تواجدهم بالسليمانية؟ ليش العالم غش ما تعرف شكو ماكو بكم شمال وعلى الحدود السليمانية الايرانيين طابين بالسليمانية طول بعرب؟ نعم. شكرا لك اخ صباح. ابو سمية من الانبار، حياك الله يا ابو سمية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي الكريم، هذا الهجوم الأخير الذي قامت به إيران يفضح هشاشة السيادة العراقية الذين كما قلتم قد صدعوا رؤوسنا بالكلام عن السيادة. عن أي سيادة تتكلمون وسيادتكم أصبحت كأنها مرآة للسيارات، يدخل فيه ما يدخل ويخرج منه ما يشاء أن يخرج. أنا أسأل المقاومة، ما هو الموقف من الاعتداء الخارجي على العراق؟ هل هو دفاع أم أنه خضوع؟ وأنا أقول أنكم ستخضعون 100%. لماذا؟ لأن الذي قام بقصف أربيل هم ليسوا خارجيين، هم أنتم أتباعهم،
أنتم أتباع إيران، فلذلك لن تعترضوا على ما قامت به إيران من قصف مطار أربيل. انظر إلى 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 سخافة إيران فوق الاعتداء، فإنها تقوم بالادعاء بأنها قد قصفت نقاطا للعملاء من إسرائيل ومن غيرهم، هذا حسب ادعائها. وأنا أسأل الحكومة العراقية، هل سوف ترفعون شكوى إلى مجلس الأمن أو إلى أي منظمة تأخذ حقوقكم؟ لا، لن تقدموا أي شكوى لأنكم أتباع لإيران 100%. استدعاؤكم الخجول للسفير الإيراني في بغداد، ماذا سوف تقولون له؟ يعني أنا أسألكم سؤالا صريحا، هل ستقولون له امنع ضرباتكم وإلا سوف نقطع العلاقة وإلا سوف نرد؟ وإلا أنا متأكد أنكم ستقولون له يا سيدي الكريم اجعل الصواريخ صغيرة من بعض الشيء لكي لا تؤذي بعض الناس. هذا هو ردكم على الاعتداء على العراق. أما بالنسبة للسيادة التي يتكلم عنها مصطفى الكاظمي، فأقوله سيادتكم قد انتهت منذ اليوم الذي دخل فيه الإيرانيون إلى العراق بدون جوازات سفر، وكان هذا الأمر مصورا وقد رأيناه على الفضائيات. فلا سيادة ولا رد ولا شكوى إلى مجلس الأمن، فإن العراق بلا سيادة بسبب وجود هذه الطبقة الفاسدة. وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية. علاء من البصرة، حياك الله يا علاء. علاء تفضل أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مدى أسمعك بشكل واضح، إذا أمكن تغير لي مكانك أخوي علاء. هل تسمعني؟ أي عيني. أتصور أكو مشكلة بالصوت من المصدر، لأنه راح الصوت أخوي، انقطع الاتصال يا الأخ علاء. شكرا جزيلا لك، أتمنى ترجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيك بالموضوع. أبو سمية ذكر أنه الإيرانيين ادعوا أنهم يهاجمون مقرات تابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين العربية، لكن طلع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وقال أنه هجوم مشين وماكو ولا أمريكي انصاب، وأن المنشآت الأمريكية الحكومية في محافظة أربيل لم تتعرض لأي ضرر. ماثيو تولر السفير الأمريكي لدى بغداد قال أن الهجوم نفذته إيران وهي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم ويجب محاسبتها، لكن ما حد تعرض إلى أي منشأة أمريكية. بالمقابل إحدى الصحف الفرنسية أو الخارجية الفرنسية قالت أنه هذا الشيء صار مثل يعني بسبب عدم التوصل إلى تسوية خلال محادثات جنيف بخصوص محادثات النووية مع إيران، وأنه 12 صاروخ هذا يعني للتهديد فقط، وإضافة إلى ذلك أنه لم تستهدف القنصلية الأمريكية، هي استهدفت منطقة سكنية مجاورة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل، وأشارت التقارير إلى إصابة مدني في الهجوم حسب قول الخارجية الفرنسية. إضافة إلى ذلك المتحدث باسم السلطات في إقليم كردستان يقول هجوم صاروخي في منتصف ليل السبت استهدف مواقع في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، أصاب مناطق سكنية فقط ولم يستهدف أي قاعدة عسكرية أجنبية. أسامة من كركوك، حياك الله يا أسامة. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك وأشكر القائمين على القناة وأشكر برنامجكم الطيب. حياك الله. بالنسبة لموضوعكم حول الله يسلمك حول القصف الإيراني على نعم مدينة أربيل. نعم. أنا ما أقول أربيل العراقية ولا كردستان، لأن أربيل هي بحد ذاتها من عزمة صار دولة واحد، واللي يطبل ويصيح بالسيادة وسيادة العراق هذا يضحك على السيستان في القول ما يضحك على غيره. العراق مو ما في أي سيادة، العراق هي مجموعة عن قطاعين طرق متقاسمين العراق فيما بيناتهم، والأي عراقي يتذمر ويبكي على أربيل أقول له روح على أربيل ما تصل إلا وكأنه رايح لغير دولة. إحنا ما لنا دخل بهالشيء، والعراق انتهى سال أسد
والأمريكان هم سلموا هذول بيت هذول الحثالة الرعاة وهاي هي انتهى العرب. نعم نعم الله عليك أستاذ أسد. وإيران كيف تسرح وتمرح عقب ما كانت ملجومة من قبل النظام السابق لين مرضي من حتى يقولون بعثية وصدامية، هاي العراق انتهى خلاص. وشغلة أخرى يعني وأربيل هم تقريبا هي مقر مقدم للموساد الإسرائيلي، ها ما تخفي على أحد، هم بيناتهم يعني هذا صراع في ما بيناتهم، إحنا العراقيين آخر من اللي حق الكلام. أخو سامة وأشكرك ورحمة الله وبركاته. أخو سامة وياي لو رحت أسمعك خفت. أخو سامة أخوي العزيز، مدينة أربيل هي مدينة عراقية قبل كل شيء. اليوم انقصفت هاي المدينة من خارج العراق، انقصفت ب 12 صاروخ أدى إلى قصف مواقع مدنية فقط من ضمنها قناة تلفزيونية. يعني إحنا ليش نترك هذا الشيء ونترك اللي قصف ونترك اللي سوى في سبيل أنه نروج إلى شيء ما موجود؟ وياك كل مرة أربيل تعرض عمليات قصف ومجهولة المصدر. اليوم الحرس الثوري قال، هو احترفه وقالوا احنا اللي قصفنا. يلا انا اسال هاي الحكومة الفاشلة، الحكومة يلا ما انتم فاعلون، انا بس اسال يعني شو راح اسوي؟ اتحداهم يستدعون السفير الايراني يقول لي ليش تسوي؟ مو مصطفى الكاظم يطالب بتوضيح. توضيح شنو استاذ اسد؟ هو يطالب طهران بتوضيح الهجوم. قربانك استاذ اهل قربان من يسمعني، ليش مصطفى الكاظم من حاسب لحسب؟ هو هيك عبارة عن قشة فيها مهب الريح، من الحاسب لحسب؟ من مصطفى الكاظم؟ من هذا؟ من يعرفه؟ نعم الله عليك واشكر. شكرا 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 لك اخو سامة. تقارير قالت انه هذا الهجوم اللي صار يعني منتصف ليل السبت على فجر الاحد ب 12 صاروخ باليستي من نوع جراد من طهران او من احد المناطق الايرانيه واللي تبناه الحرس الثوري الايراني، قال هو رد على هجوم صهيوني الى الكيان المحتل في قرب العاصمه السوريه دمشق. هذا الهجوم ادى الى مقتل 2 من الحرس الثوري الايراني، فتوعدوا الحرس بالرد على هاي الهجمات. السؤال، توعد حرس بالرد على هجمات شيء بيناتهم احنا ما لنا علاقه به، بس ليش يتحول اذا كان هذا الامر صحيح مثل ما تقول بعض التقارير؟ اذا كان هذا الامر صحيح وكانت هاي الهجمات للرد على ذلك الهجوم، ليش العراق هو الحلبة؟ ليش يتحول العراق الى ساحه لتصفيه الصراعات ما بين دول احنا ما لنا علاقه بها؟ ليش يتحول العراق الى مكان الناس دمها يروح هدر ومالها وحلالها يتفلش بسبب انه اكو دولتين بيناتهم وحده توعدت اللخ؟ ومنو اللي سمح انه يتحول العراق الى حلبة لتصفية الصراعات الخارجية؟ ابو مروة من كربلاء حياك الله. الله يحييك اخي، شكرا جزيلا. حياك الله. اليوم يعتبر اليوم يوم حزين على العراق. يعتبر اليوم هو اعلان حرب من ايران على العراق باطلاق تاريخ ال 12 صاروخ البالستي على العراق. لكن نحن كشعب نستنكر اشد الاستنكار، وكما نجب الاعتداء العازم الخسيس على بلدنا العزيز من قبل النظام الايراني. هذا الاعتداء اخي غير مبرر ابدا. واذا كانت ايران تدعي ضرب مقرات الكيان الصهيوني فتلك هي ديولان مجاورة لوجودها بسوريا أخي العزيز، هذا كله نعرفه احنا كشعب. فعلي احنا كشعب عراقي نطالب الحكومة العراقية بالرد المناسب. أخي عندنا قائد العام للقوات المسلحة مسؤول عن حماية وسيادة حدود العراق وحماية الشعب العراقي، وين ردة الفعل؟ وين الردع؟ هل هذا هو إجراء وقد تصريحات؟ شنو أنتم مراسلين؟ مو عيب مفشلتونا؟ والله عيب. حتى يعني أخي إذا كانت إيران متورطة بكلام واحد اتجاه العراق بغلطة واحدة، نعم يدزون على السفير. اليوم صواريخ هاي اجت، أي سفير يدزون عليه؟ أي سفير؟ وين هالسيادة؟ ليش؟
هاي قبل ساعات سمعنا تركيا طائرات تركيا دا تضرب وإيران دا تضرب، إحنا وين صرنا إحنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا أخي العزيز، شكرا. شكرا شكرا لك أبو مروة. أبو عبد الرحمن من سليمانية، حياك الله يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أخي العزيز، المحافظة الوحيدة اللي ما مسيطر عليها إيران هي أربيل، أربيل ودهوك، ما باقي المحافظات كلها محافظات عراقية. زين أخوي؟ زين. إيه، فإحنا نقول للسيد مقتدى الصدر أربيل ما راح تركع إلا لله، لا الاعتدال ولا الزيادة، إلا لله تركع. وشكرا. بس أبو عبد الرحمن سؤال، يعني أنت أربيل لن تركع إلا لله، أنت وجهت هذا الكلام إلى مقتدى الصدر، بس هو هو نعم. هو مو صدر اللي وجه الصواريخ، هي إيران. نعم، والتغريدة مالته تقول لازم تركع، هو ترى إحنا نقرأ ما بين السطور، يريد أربيل تركع له. تفهم شلون أخويا؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا لك أبو عبد الرحمن. المهم يعني الردود الفعل الدولية حسب ما موجود بالتقارير اللي نشرت اليوم، ماكو أي منشأة أو قاعدة عسكرية أجنبية أو سفارة أو قنصلية في أربيل تضررت نتيجة 12 صاروخ اللي انضربت على أربيل. فقط هي مناطق سكنية أو منطقة مدنية، وإصابة الصور اللي نشرت إصابة قناة تلفزيونية اللي ما تبعد استوديوهات هاي القناة التلفزيونية عن القنصلية الأمريكية هواية، بس إنه هي اللي تضررت وزجاجها تكسر وغيرها. مشاهدينا الكرام، حتى نشوف الضرر اللي صار في قناة كردستان المحلية، عندنا فاصل قصير. هذا الفاصل القصير هو الفيديو بالضرر اللي نشره قناة كردستان المحلية في إقليم كردستان. خليكم ويانا ونرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD، ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أو حالي أمشي ومأمو هيرش كاسر كل سام سوسان بدخل وزيانة شزور بربالة خاني تلفزيونة كاكوتوة كارمندان سلامت نسباز بخوا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حلقتنا حول القصف الإيراني على مدينة أربيل العراقية. الفيديو اللي شفتوه قبل شوية، الضرر اللي أصاب قناة كردستان في إقليم كردستان. لكن المشكلة ما بيها لما يطلع مصطفى كاظم يقول أني طلع بتغريدة، هو يعني مو بمؤتمر أو تصريح، أنه الاعتداء اللي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدي على أمن شعبنا، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم. أنا السؤال، تحقيق شلون يعني؟ هي سن قصفت والصواريخ عبرا الحدود ووصلا وضربا، تحقيق تتحقق شلون الرادارات ملقفت هاي الصواريخ؟ تحقق شلون مقاومة الطائرات أو الدفاعات الجوية مشتغلا أمام هجوم خارجي؟ اي بس تحقق بالهجوم شلون؟ هذا اللي نريد نعرفه. ام علي من بغداد، حياك الله. عليكم استاذ أسد. عليكم السلام والرحمه والاكرام امي. تحياتنا لحضرتك ولكادر قناه الرافدين البطل. حياك الله اختي، حياك الله. يوم
استاذ اسد هذا القصف يدلل على ان الحرس الثوري والقائد مالته قائد اكبر جبناء. شلون هو دا يتحجج على اساس عقداء اثنين من الحرس الثوري قصفتهم اسرائيل بدمشق؟ زين انت لو بخير روح اقصف تل ابيب، صح لو لا استاذ اسد؟ لو بخير قائد يقصف تل ابيب او يقصف القاعده الامريكيه في اذربيجان، اكبر قاعده امريكيه موجوده في اذربيجان، روح اقصفها. بس هذا دلاله مع احترامي للسامعين انه قائد اكبر مخليه. ليش يقصف اربيل؟ اربيل حتى ما بها قاعده اسرائيليه، لكن دلاله على جبن الحرس الثوري الايراني. وشكرا استاذ اسد. شكرا لك. مقتدى الصدر طلع بتغريده وقال انه احنا ندعو الى عدم استخدام الاراضي العراقيه كساحه للصراعات السياسيه والامنيه والعسكريه. زين هذا اللي صار باربيل شنو مثلا؟ زين انت تدعو لمن؟ تدعونا احنا يعني العراقيين؟ لو تدعي مثلا دول اللي يسمون نفسهم سياسيين بالعراق، لو تدعو مثلا سلطات الاقليم انه ما يستخدمون العراق كساحه، لو تدعو منو؟ يعني واحد يريد يفهمنا. هسه احنا نطالب بانه يطلع مقتدى الصدر او ينزل تغريده يفهمنا يدعو لمن هو انه ما يستخدم العراق كساحه لتصفيه الصراعات، لانه فعليا من 2003 لليوم العراق هو ساحه لتصفيه الصراعات الخارجيه. شغله رقم 2، مصطفى الكاظمي لما يطلع ويقول اني يعني ستقوم قواتنا الامنيه بالتحقيق في هذا الهجوم، راح تحققون بشنو؟ شلون صار الهجوم؟ لو الصواريخ شلون طبن؟ لو من طلعن وين وصلن؟ من المفترض انه اكو قوات دفاع جوي، اكو دفاعات جويه. من المفترض لمن اكو هيك هجمه صاروخيه على دوله من دوله اخرى، اكو بهاي الدوله اللي انقصفت اكو دفاعات جويه تدافع عنها، على الاقل تشتغل توقع لها 1 2 3 على الاقل. يابا ما نقول كلهن. زين لا دفاع جوي انطلق ولا اكو قوه جويه دافع، يعني ولا اكو شيء نحكي بهذا الموضوع، ما عندك دفاعات اصلا انت، بالمقابل تطلع تقول راح نحقق. فالتحقيق شنو فائدته؟ هذا اللي نطالب به مصطفى الكاظمي يطلع ويشرح لنا هذا التحقيق، ايش راح نستفاد من عنده؟ زين التحقيق هذا راح تتشكل بلجنه وتخلونا اعضاء باللجنه وتنصرف مصاريف على اللجنه وسفر وروح وتعال وسيارات وسيارات مدرعه ومصفحه وجيبوا ودي وما اعرف شنو وانطي فلوس، وبعدين همينا كل شيء ما نحصل؟ ابو عراق من الفلوجه حياك الله. السلام عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. تحيه حب لهاي القناه الشريفه الاصيله. استاذ اسد الله يخليك. نعم. انت جاي تحكي لي بالتغريده، جاي تحكي لي بالسياده، عمي اي سياده اي تغريده؟ عمي هاي كلها الاهداف ترى لا اسرائيل ولا الهدف تدمير العراق. سووها ساحه يا استاذ اسد الله يخليك. يا عراقيين اصحوا عمي، لا اسرائيل، لا تخلكم السوالف. هذا المخطط حتى ترى حكومته مشتركه بيه، هاي اذا اكو حكومه شريفه اصيله. حتى الحكومه مشتركه بهاي. عمي لتدمير الشعب العراقي. يجي يمسحون اسم العراق يا استاذ افل الله يخليك. يا اسرائيل يا غيره، اسرائيل ما يبيك ما تروحون اذا انت شرفاء. ويوم يطالع لي واحد تغريده عمي عيب عليكم، استحوا اخجلوا. وشكم العراق هذا الاف السنين صار بيد مجهله، والله عيب وخزي. خليتونا مهزله قدام الشعوب. وشكم العراق هذا استاذ افل، وللتاريخ يرجع ان شاء الله العراق، يرجع باهله باصالته بعروبته، يرجع. هذول الحصاله ترى ينتهون يا استاذ افل، ينتهون. وعيب عليكم ملكم انتم مو تقولون احنا عراقيين، بس عمي مو عراقيين ذولا. هذول لو ولاهم للعراق يا استاذ افل كان دافعوا، بس والله كلهم ولاهم الدول الخارجيه. وانا اشكرك اخوي استاذ افل، والله حتى نفسيتنا تعبت، والله نفسيتنا تعبت. نعم. شكرا 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 لك ابو عراق. ابو عمر من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي.
أخي والله العراق صار ساحة صراعات يعني. نعم. لأن ما شنو ما له أهل. نعم. بس أبو عمور يا حبيب قلبي بس نصي لي صوت التلفزيون لأن الصوت ده يرجع لي. نعم. والله صدام حسين هذاك اللي كان ايش حد واحد يطب حد الحرام. مو هذول القنم هذول الخونة ديول إيران. هذول يرطال كل شيء أي شيء إيران تسوي بالعراق هم يكيفون إرضاك. نعم. وكلهم ميليشيات مثل ما يقول وما ما متأمل منهم خير هذول. هذول كلهم ضد العراق. نعم. والعراق ما له بس الله سبحانه وتعالى ونتأمل الله إن الله إن شاء الله يبليهم. نعم. والنوب النوب واحده صارت باثنين النوب الصدير ورجع وياه النوب المالكي فوق الحملة علاوة صارت كلها ميليشيات وكلها مؤسسات وكلها مثل ما يقول ما عندهم مخيفة الله. نعم. وكلهم على الشعب المسكين لأن هم مو عراقيين ولا هم مو العراق هذول كلهم ملاهم من إيران وكلهم ديون الإيران. نعم. وحسبي الله ونعم الوكيل. اشكركم بارك الله. شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو علي من واسط حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. تعالى. عليكم السلام والرحمه والاكرام. خير حضرتكم مساء الخير لجمهور الوافدين. حياك الله يا غالي. سهل اليوم نتكلم عن هجمات اربيل. نعم. خلينا نعكس مثل ما يقولون يعني المنفذين ونعكس الأشخاص. على سبيل المثال لو السعودية أو الكويت أو الأردن ضربوا أي محافظة عراقية مو بس أربيل الإطار يسكت مثل ما هو ساكت اليوم. يعني ما أدري شنو السبب. يعني أتمنى يعني على الأقل إذا عندهم ريحة عراقية ويدينون. أنا ما أريد يعني أنه يضربون إيران. نعم. ويا يا أبو علي. نعم شكرا 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 لك أبو علي. اليوم يعني لما نسمع هاي التصريحات ونسمع هاي التعليقات واحدة من التعليقات اللي طلعت مثلا لما طلع لنا مقتدى الصدر ويطالب ب أن لا تتحول العراق إلى ساحة للصراعات السياسية وراها طالب الجهات المختصة برفع مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وإلى السفير الإيراني فورا. فالقصد من هذا الموضوع يعني العراق متحول اصلا الى ساحة للصراعات فكيف بمقتدى الصدر ألا يتكلم عن هذا الامر. اضافة الى ذلك مسرور بارزاني رئيس وزراء الاقليم طلع وقال احنا اطالب بانه الاهالي ما يخافون واطالب الاهالي بالهدوء. زين هدوء من اي ناحية؟ انه هذا الامر ما راح يتكرر بعد بالمستقبل لو يطالبهم بالهدوء انه لازم هسه يهدؤون لانه ينتظرون الضربة الجاية لان هاي مو اول مرة إيران تدز صواريخها. أبو علي من واسط رجع لنا مرة ثانية حياك الله. تسمعني؟ أسمعك أخوي. إيه يعني فقلت لك بالنسبة للإطار يعني خلي ثبت الآن. نعم. ثبت الآن للأسف أنه ما عندهم ذرة عراقية وما عندهم غيرها على أرض على التراب العراق سواء أيا كان. حتى لو مزاعم إيران من إيران تقول أكو هذه مركز إسرائيلي موجود بأربيل. يعني هذا نعم. دليل على أن إيران ما تحترم لا حكومة وأساسا ما موجودة حكومة. يعني حتى الحكومة أنا أستغرب يعني حكومة أنت وين المنظومة الدفاعية الموجودة في البلد؟ يعني بس كردستان أعلن البارحة بالليل بالوحدة تقريبا قال صواريخ الإجن من خارج أرض العراق. يعني منين جم؟ يعني أكيد من إيران. لحد يعني أنا أستغرب من رئيس مجلس وزراء رئيس جمهورية رئيس مجلس نواب وكل الأحزاب يقول يشكل لجنة تحقيقية
لجنه تحقيقيه حق شنو؟ يعني تيجي تبررون ايران من الهجوم الموجود؟ دوله اعتدت عليكم. وزير خارجيه ما صرح. ما صرح فيه وزير خارجيه، ولا كان حكومه موجوده، لحد 12 الظهر الحكومه ما جايه تصرح. زين يعني المصروفات على البيشمركة والمصروفات اللي انصرفت على وزارة الدفاع العراقية، إذا صواريخ ما نقدر نرجعها، ما عندنا دفاعات جوية شو تسوي؟ طيب شلون تتأمن على أهالي؟ إحنا يعني كمواطن عراقي أنا شلون أأمن؟ يعني بس الدليل على أضعف دولة، وهذا صارت مثل ما صار بداعش، ناس يعني جت بيكا ما تحتلت بلد. لا تقول ليش إحنا تكون دولة؟ وليش أنتم تقولون القوات الأمريكية طلعوا؟ أنت ما تحمون بلد. يعني إيران باكر لو طقت براسها طبت للعراق ما حد يوقفها. زين المواطن شو يقول؟ منو اللي يحميه؟ شدوا وزارة الدفاع انتهى. إذا الفساد موجود وصل حتى بالأسلحة، منظومات دفاعية وصل، يعني صواريخ باليستية 12 صاروخ يضرب بالليل، وزارة الدفاع العراقية ساكتة، ورئيس يقول اللي هو القائد العام القوات المسلحة ما يدري. على شنو القيادة العامة والقوات المسلحة وكأس روحك وغير ناصبها؟ هذا اليوم للأسف احنا يوم عن يوم يدل انه للأسف ماكو حكومة موجودة. يعني هذا البيت يعني شبه العراق مثل البيت مثل شبيبانا وشبابيك، احنا عايشين تحت رحمة رب العالمين. يعني يعني مع احترام وتقدير لكل شيبات اهل العراق ورجال اهل العراق، يعني حريم ودحت صدك يا كريم، احنا هذا نايمين ما عندهم لا حكومه ولا غيرها. انا اشكرك استاذ الوسمن. شكرا شكرا لك ابو علي. الله يحفظ العراق. شكرا لك ابو علي من البصره، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اليوم شنو موضوع الحلقه؟ القصف الايراني على محافظه اربيل العراقيه، وكلامنا عن السياده العراقيه ومطالب مصطفى الكاظمي طهران بتوضيح الهجوم، وكذلك مطالب مقتدى الصدر بأن لا يتحول العراق إلى ساحة للصراعات الخارجية. يا الله. اليوم تابعت التواصل الاجتماعي وتابعت كثير من القنوات، اليوم حقيقة مزعوجين من القصف الإيراني. زين ليش ما ينزعجون من القصف التركي اللي مستمر طيرانه يقصف في أربيل؟ يعني يعني أنا مستغرب طبعا على القنوات اللي اليوم سلطت الضوء على قصف مطار أو قاعدة إرهابية ومدخلة المخابرات الإسرائيلية. أبو علي في العراق. أبو علي أبو علي معارفة العراق. أبو علي أبو التفضل. علي بس لحظة 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 لحظة. مسرور برزاني رئيس رئيس وزراء الإقليم طلع بتصريح وقال ماكو أي قاعدة أجنبية انقصفت، إلا انقصفت منطقة سكنية مدنية بحتة، وتم قصف مقر تلفزيون اللي هو مقر تلفزيون كردستان 24، وأدى القصف إلى إصابة مدني فقط. إضافة إلى ذلك سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد قال ماكو أي منشأة أجنبية خصوصا أمريكية تعرضت إلى أي هجوم. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال ماكو أي منشأة عسكرية أو منشأة أجنبية في أربيل تعرضت إلى الهجوم. وزارة الخارجية الفرنسية قالت الهجوم صار على منطقة مدنية فقط. إضافة إلى ذلك التصريحات العراقية الرسمية قالت هي منطقة مدنية فقط، واللي تبنى الهجوم هو الحرس الثوري الإيراني. إذن الهجوم من دولة أخرى على العراق وعلى مدينة عراقية وباعتراف رسمي إيراني. زين ليش ما نحكي على هاي النقطة؟ أستاذي هذولي اللي عددتهم بالتأكيد هم ما راح يقولون مخابرات إسرائيلية موجودة، مثل ما نكروا دخول داعش السعودي للمناطق الغربية وما قالوا أكو سعوديين إرهابيين دخلوا للعراق ودخلوا الحرب الطائفية وقتلوا من الشيعة والسنة واختصبوا النساء، هذا اللي كلهم ما قالوها. عرفت شلون؟ هؤلاء هذه الشبكة الإرهابية إذا كانت فرنسا أو إسرائيل أو أمريكا أو السعودية فقد الله ورسوله. زين أفهم من كلامك أنه مقتدى الصدر يعني ويا اليهود ومصطفى الكاظمي همين؟ لا مقتدى الصدر، شوف خلي أقول لك، مع كل أسف إلى مقتدى الصدر، مع كل أسف
يعني عنده نوع من العلاقات ويا السعودية وما يقدر يجرح. أبو علي أبو علي أسعوفنا الله يخلي أبو علي، بس من رخصتك أنت فريت الحلقة ونزلت لي على السعودية، عندنا قصف إيراني هذا القصف، بس اسمعني أوقف أوقف أوقف، قصف إيراني باعتراف الحارس الثوري الإيراني، باعتراف وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، باعتراف البرلمان الإيراني، قصف واعتداء خارجي من إيران على العراق، هذا شيء رسمي. إيران من قصفت على العراق هذا اعتداء رسمي. ألو ألو وياك رسمي وياك يعني زين، فأدنا قصف إيراني، فإحنا دا نحكي اليوم على القصف الإيراني وهاي مو أول مرة. زين انت هسه من تدافع لي انا شفته هسه، يعني هسه ايران من قصفت حقها تقصف منطقه عراقيه؟ استاذي اليوم بالنسبه انا بالنسبه موافق واشكر الدوله الاسلاميه الايرانيه على هذه الضربه، وهذه الضربه مباركه بها لان هؤلاء اسرائيل دخلت لمنطقتنا وهذا شكل خطر على ابو علي. دا اقول لك منطقه مدنيه صغرها. وتلفزيون اطلع لك صوره التلفزيون المقصوف؟ هذا الحكي كاذب، هذا حكي انا ما خويا انت تقول لي هذا حكي كاذب، اكو فيديو طلع لو متابع البرنامج كان شفته. قلت لي رئيس وزراء الكاظمي انا ما اتفهم اخي، شوف خليني اقول لك بحكايه. شحت وياك وانت تشكر دوله، شحت وياك وانت تشكر دوله تخصب بلدنا يا اخي، مثل ما انت قاعد تشكر السعوديه الارهابيه الدخل منو شكرها يا اخوي الله يخليك. اوقف 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 استاذي اخي، شكرا شكرا لك ابو علي من البصره، شكرا شكرا لان دا تحول البرنامج واحنا دا نحكي على موضوع مع الاسف انه احنا نشكر دوله دا تقصفنا. يعني اريد اسالك سؤال ابو علي واتمنى حضرني هذا السؤال وانت موجود، لو مصطفى الكاظمي عنده صواريخ وقصف اي منطقه حدوديه ما بين العراق وايران، تتوقع ايران راح تسمح لنا؟ لو الحرس الثوري الايراني راح يسمح لنا؟ لو البرلمان الايراني راح يسمح لنا؟ لو خامنئي راح يسمح لنا؟ ابو عمر من الانبار حياك الله. حياك الله، هلا بيك يا الغالي. حياك هلا بك، تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اريد ارد على كلام هذا ابو علي من بصره. نعم. ايه هو هذا ايش ودال السعوديه؟ السعوديه قاعدين بمكانهم، ليهم عملاء وليهم دواعش، ولا ضربوا العراق. اللي ضرب العراق هو ايران، حارب العراق هو ايران 8 سنين. هو جاب طايروح على السعوديه لو مو هو عميل وديل لايران. نعم. هو عميل وديل لايران. ومثل ما يقول عيب علي يطلع يحكي على العراق، كردستان كردستان عراقية ودم عراقي. شكرا شكرا لك أبو عمر. مشاهدينا الكرام بالنسبة إلى رسالة واتساب، السلام عليكم، أبو زين عابدين من البصرة. اللهم يا جبار يا منتقم، انتقم لنا من أمريكا وإسرائيل والنظام الإيراني والعذاب التابعة لهم، وألقي بأسهم بينهم وأخرجنا من بينهم سالمين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم استاذ افل يا محترم، بالنسبه لقصف ايران منطقه اربيل الكرديه، لانه العراق ليس له سياده ولا هيبه من عام 2003، كل من هب ودب يتدخل باخوكم احمد من مصر من المحله الكبرى. تحيه طيبه والرحمه والغفران للشيخ حارث الضاري. اخي العراق عباره عن حديقه خلفيه لايران، نحن محتلون من ايران، وتوقع ان ترى يوما الجيش الايراني في العراق كما فعل الجيش الامريكي عندما احتل العراق، وكما يفعل الان الجيش الروسي في اوكرانيا. هذه هي الفوضى التي نشرتها امريكا. وتحيه طيبه اخوكم ابو يوسف من الدنمارك. السلام عليكم استاذ افل، ايران والحرس الثوري لو زلم كان ضربه اسرائيل من سوريا، ليش يستهدف اجواء العراق؟ والسياسيين العراقيين ما حد رد عليهم، الزلمه واحد وراح الله يرحمه، مو هم ذيول ايران. مشاهدينا الكرام، قصف اربيل فهي قصف مدينه عراقيه، وان كانت هذه المدينه العراقيه في اي جهه من الجهات الاربعه فهي مدينه عراقيه، يجب ان نتكلم بحق. قصف إيران لمدينة أربيل هو خرق للسيادة العراقية وخرق للأجواء العراقية. السؤال موجه إلى الدفاع الجوي العراقي وإلى مصطفى الكاظمي، وين دفاعاتنا؟ السؤال موجه إلى نور المالكي، وين أسلحتك وصفقاتك اللي اشتريت بها الأسلحة؟ من المفترض أن تدافع عن سماء العراق. السؤال الأخ،
وين الرادارات اللي المفروض ترصد هاي الصواريخ قبل ما توصل وتضرب؟ سؤال الأخ، ليش ما عندنا خطط للدفاع عن أرض العراق حتى تحميه وتحمي أرضه وسماءه وماءه وتحمي مدنه وأهاليه اللي عايشين به قبل ما توقع هاي الهجمات؟ ليش اليوم يوقع الصاروخ ويفجر ويضرب وراها نسمع أنه أكو صاروخ انقصف ونسمع أكو حرس ثوري أو غيره يتبنى هذا الهجوم، بالمقابل ما عندنا أي نقطة دافع عن هذا البلد؟ سياسيين العراق ساكتين، ويطلع مصطفى الكاظمي يطالب بتوضيح، ما أعرف ليش يطالب بتوضيح، يضحك. شغلة اللخ يقول نطالب بالتحقيق، ايش راح تحقق ما أدري. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر بإذن الله بنفس الموعد، في أمان الله.